اهلا بكم اصدقائي في قناة روت اي تي درسنا اليوم عن طريقة تحميل الالة الافتراضية وتثبيت نظام لينكس عليها ابقوا معنا <applause> الالة الافتراضية او ما يسمى ب virtual Machine تقوم بخلق بيئة افتراضية تساعدك على تشغيل وتثبيت أنظمة مختلفة على حاسوبك على سبيل المثال إذا كان لديك نظام ويندوز وتريد استخدام نظام لينكس على حاسوبك Virtual Machine تساعدك على القيام بذلك أولاً سنقوم بتحميل Virtual Box وللقيام بذلك قم بفتح المتصفح الخاص بك واكتب Virtual Box في الأعلى واضغط على هذا الرابط أو على الرابط الموجود في أسفل الفيديو ثم سيتم فتح هذه الصفحة أمامك ثم عليك الضغط على كلمة داونلود ثم قم بالضغط على النظام الخاص بك وسوف يبدأ بالتحميل ولكن لن أقوم بفعل ذلك لأني سبق وقمت بذلك من قبل لتثبيت البرنامج يجب عليك الضغط على Next كأي برنامج آخر الآن بعد الانتهاء من التثبيت قم بفتح VirtualBox وستظهر لك نافذة بهذا الشكل الآن يجب علينا تحميل نسخة ايزو من نظام اوبنتو وهو أحد أشهر توزيعات لينكس اذهب إلى الصفحة الخاصة بأوبنتو ثم نضغط على الداونلود ثم على اوبنتو ديسكتوب قم باختيار نسخة 20.4 LTC والتي تعني Long Term Support Version والتي تعني أن هذه النسخة سيتم دعمها على الأقل لمدة عامين عند الانتهاء من التحميل اذهب إلى VirtualBox ثم اضغط على New ثم اكتب الاسم الذي تريده هنا أنا سأقوم بكتابة أوبنتو عليك التأكد من أن يكون النوع لينكس والأصدار أوبنتو 64 بيت ثم أضغط على Next هنا يجب عليك تحديد مساحة الرام التي تريد أن تخصصها للنظام وينصح أن تكون عند العلامة الخضراء ثم أضغط على Next هنا يجب عليك ترك كل شيء كما هو ثم اضغط على Create وهنا ايضا يجب عليك فقط الضغط على Next وهنا ايضا الان عليك تحديد المساحة التي تريدها للنظام يفضل ان تكون اكبر من 30 جيجا بايت ثم اضغط على Create بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات ستتمكن من رؤية النظام على القسم الايسر والآن قم بتحديد النظام دون الضغط على زر ستارت ولكن قم بالضغط على زر Settings ثم قم بالضغط على Advanced وقم بتغيير هذان الاختياران إلى الباي Direction والتي تتيح لك نقل ملفات من نظامك الأساسي إلى نظامك الافتراضي وبالعكس ثم اذهب إلى سيستم ثم قم بالضغط على Processor هنا يمكنك إعطاء عدد CPU كيرنل لتسريع النظام. الآن أتجه إلى Storage، ثم أضغط على إمتي ثم أضغط على شعار CD على اليمين، وقم باختيار Choose a Disk File، ثم اختر الملف ISO الذي قمت بتحميله قبل قليل، ثم أضغط على OK. الان انتهينا من الاعدادات وسنقوم بتشغيل النظام اضغط عليه ثم قم بالضغط على زر ستارت وسيبدا التثبيت تلقائيا هنا يجب عليك فقط الضغط على زر ستارت والانتظار الى ان ينتهي التحميل الان بعد ان انتهينا من التثبيت هنا يجب عليك الاختيار اللغة التي تناسبك على سبيل المثال English، ثم عليك الضغط على انستول ابونتو الان عليك القيام باختيار لغة الادخال الخاصة بلوحة المفاتيح الخاصة بك ثم عليك الضغط على كلمة continue هنا يجب علينا فقط اضافة الخيار الاخير والذي سيساعدنا بالاتصال بالانترنت ثم قم بالضغط على continue هنا علينا الاختيار الخيار الاول وعليك تجاهل التحذير الموجود بالأسفل لأننا سنقوم بتثبيته على أعلى افتراضية ثم اضغط على Install Now ثم على Continue الآن يجب عليك اختيار المنطقة التقريبية الخاصة بك الآن يجب عليك كتابة اسمك أنا سأقوم بكتابة روت IT. تي يجب عليك وضع كلمة مرور ثم أضغط على Continue ثم عليك الانتظار ليتم تثبيته والآن يجب علينا الضغط على زر Restart Now ثم الانتظار قليلاً. هنا يجب علينا الضغط على زر Enter الآن يمكنك رؤية حسابك اضغط عليه وقم بإدخال كلمة المرور هنا يجب علينا الضغط على كلمة سكيب ثم Next، ثم Next. ثم next ثم done وهكذا تم تثبيت Ubuntu بنجاح يمكنك استعماله الآن كما تريد والآن عند تكبير الشاشة ستلاحظ أن النظام بقي صغيرا وإن كنت تريد معرفة طريقة تعديل القياسات تابع الفيديو القادم نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ودعمنا بالضغط على زر لايك أتمنى أن ينال الفيديو أعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم من الفيديو شاركوا معنا اراءكم واسئلتكم في التعليقات نراكم في الفيديو القادم